حاجة سامية من الدقهلية، اتفضلي. السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس سامح. ايوه يا فندم اتفضل. سبق وكلمت سيادتك قبل كده يا باشمهندس. ايوه. الديون اللي علينا للبنك التنمية وكمان الزراعة. اه. الرئيس في البنك كل يوم كل اسبوع جاي لي وعمال يهددني ويقول لي انا هحجز عليكي، حاجز على قطعة الارض اللي هي حليتنا واللي بناكل منها. اعمل ايه؟ وانا عايزه سيادتك تتدخل لي في الموضوع ده ضروري. طيب ده ضروري طبعا. والساده المسؤولين والنبي يا باشمهندس. انت كلمتيني قبل كده وكنت انا فاكر ان انا قلت لك ان في نوعين، في حاجه اسمها غرامات وفي حاجه اسمها فوائد، واللي احنا ممكن نكلم البنك فيه كانت الغرامات، وبعت لهم المشكله. بس ما ما انا هشوف لك الرد بتاعهم ايه النهارده قبل بكره، علشان ما ينفعش تقولي لي اصل انا مهدده وحته الارض اللي حيلتنا. هي دي كان زوج حضرتك رحمه الله عليه هو اللي كان واخد قرض، صح؟ ايوه يا فندم. انت ما تعرفيش القرض ده كانت قيمته قد ايه؟ 5000 جنيه، يعني كانت قيمة بسيطة. دي كلها فوايد والله يا أستاذ سامح. يعني هو أصل القرض ده 5000 جنيه؟ أيوه أصله من زمان، هو توفى وساب لي الديون وساب لي. وصل قد إيه دلوقتي بقى؟ بيطلبوكي بقد إيه؟ 50000 والله يا أستاذ. من 5 ل 50000؟ 50 كتير. 52 يعني شكل 52. 52000 جنيه من 5000 جنيه؟ لا ده محتاج إن إحنا نراجعه مع البنك ونعرف هو القرض ده كان باسم الزوج رحمة الله عليه؟ أيوه. كان اسمه إيه؟ فتحي فرج مجاهد. انت تبع البنك مركز، انت في الدقهليه مركز ايه؟ نعم مركز بني عبيد. بني عبيد. ايوه فندم. حاضر يا حاج سامي. النهارده ربنا يبارك لك يا استاذ سامي. شوف لي الموضوع ده ضروري، لان هم كل يوم بيقولوا هنحجز عليك، هنجي ناخدك من وسط ولادك وما ينفعش كده. لا هو طب ما فيش حد قاعد معاكي يشرح لك ايه ظروف القرض وممكن تدفعي ايه وممكن نجدول ايه وممكن نقسط ايه، ولا احنا بنهدد وبس؟ انا عايزه كده يا ضروري. يعني انا عايز اعرف هو يعني احنا شطار في التهديد مش شطار في حل المشاكل؟ هو المفروض من قبل ما المشكله دي انت تبتدي على حد يحلها لك، يبقى هو عنده فريق في البنك هو متخصص للتعامل مع الحالات اللي زي دي، هو عنده اداره جيده تقدر ان هي تتعامل مع المواطن وتخدمه. فن التعامل والخدمه مش في ان انا اخليك تيجي تاخد قرض بس، ان انا افضل واقف جنبك واعرف ايه مشاكلك، خصوصا ان انت بتتعامل مع بنك ليه طبيعه خاصه وانت حصل ظروف خاصه. انا ادفع فلوس وخلاص، ايه منين ولا ازاي؟ ما انا طيب لازم يبقى في كشف حساب ونتابع مع البنك الرئيسي ونعرف ايه الفوائد وايه الغرامات وايه اللي اتدفع وايه اللي لسه، وازاي ده يتم حل المشكله دي. القضاء ما هوش حل في هذه المشاكل لوحده. بركة يا باشمهندس. حاضر. لا حاضر يا حاجة سامية، عينيا بشكرك. بشكرك يا حاجة سامية. حاضر.